مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ مكتوب هنا أنك بحاجة إلى إمضائي لتأخذي درساً إضافياً في صف العلوم. أين سيعطى الدرس؟ في دفئة متنزه ميدلينغتون. حسناً، هكذا ستتعلمين بأن تكوني مسؤولة أكثر في المرة المقبلة عندما لا تقدمين درساً. باج لم يقدم درسه أيضاً أمي. أظن أنكما سترافقان بعضكما البعض. هل قال أحدكم الدفيئة؟ تلك الجذور الدقيقة والأوراق الحلوة المذاق على أعلى التربة. لذيذة المذاق، لذيذة المذاق. نات، بولي، إن الدفيئة هو مكان خطير للحشرات. عيدانني أنكما لن تدخلا البتة إلى هذا المكان. نعدك بذلك. هذا ما أقوله. نعم. أو أو باج. أو هذا ما أقوله. باج. أو أنت هنا؟ أخيرا لاحظت. كنت فقط أستمع إلى فرقة موسيقى الظلام. أجهزة؟ بعد قليل فقط سنبدأ الدرس. سعيدة لأن أحدنا متشوق للدرس. لا تدخل إلى هناك، لقد رأيت الشر بعيني. رائع، هذا ما أسميه بالحديقة، كأننا في الأدغال. آمل ألا نضطر لري هذه كلها. مدينة كولوراما، انظر إلى هذا. لا، انزعي يديك الصغيرتين عن صبيرات الشمالية، فهي دقيقة جدا، عدا عن أنها نادرة. اطمئني يا صغيرتي، لن يستطيع هؤلاء الأولاد القذرون من لمسك. كما تشائين سيدتي. والآن أيها الكشاف، لدى السيدة فيرن عملا لكما لتقوما به، لكن أولا علينا أن نزيل هذه الجرثومات القذرة من على أيدينا. مشروب السلطات اللذيذ الخاص بنا جاهز أم لا؟ أنا آتٍ. هيا بنا. صباح الخير أيتها البيغونيا. مرحبا يا زنابق الجميلة، تبدين مشعة اليوم يا دوار الشمس. إن نباتاتي تحتاج إلى الكثير من الضوء، اذهبا لمسح النوافذ. تريديننا أن نمسح كل النوافذ؟ أريد أن تكون كلها نظيفة، فتصل الشمس إلى صغيراتي. والآن برونو، عد إلى غرفتك. ماذا يوجد هناك؟ هذا أمر لا يعنيك، والآن افعلي ما طلب منك، هكذا سنتفق مع بعضنا البعض. لا توقع الصابون على النباتات أو أي مكان آخر، وإلا. نمسح فوق، نمسح تحت، جنباً إلى جنب، جنباً إلى جنب، نستدير. نمسح فوق، نمسح تحت، جنباً إلى جنب، نستدير. أنا بحاجة إلى كوب ماء.
مادج. عزيزتي. عزيزتي. مادج. لا، هذا غير معقول. سيدتي، ما الذي يحصل؟ صغيراتي، انظري إليها. من يمكن أن يكون قد قام بهذا العمل الوحشي؟ ألم تطلب منكما أمي أن تبقيا بعيدين؟ إذا اكتشفت السيدة أنكما أنتما من أكل لها نباتها سوف... لقد أفسدت علينا مرحنا. نمسح فوق، نمسح تحت، جنبا إلى جنب، جنبا إلى جنب، نستدير، نمسح فوق. هذه حديقتي الخاصة وأنتم لستم مدعوين إليها. لا أحد يأكل صغيراتي وينجو بفعلته هذه. لا أحد. أيتها الحشرات المقرفة. ماذا قلت لك؟ أليس هذا بتيار هوائي؟ سيكون هناك تيارا من المبيدات إذا لم تخرجا من هنا. فالسيدة فيرن هي مسلحة وخطيرة وهي حقا غاضبة. كنا فقط تعلمين نوعا ما. كنا فقط اخرجا الآن، ستصل إلى هنا قريبا. اذهبا إلى المنزل، تجنبا الذهاب بالقرب من ذلك الباب الحديدي. يبدو أنه خطير. لن نفكر في ذلك، لن نتعدى الحدود أبداً، لن نفعل، هذا مستحيل. مستحيل، مستحيل. تعال إلى هنا أيتها الحشرات الصغيرة. إنها سيدة فيرن، سنغير الخطة، ادخلا إلى حقيبة ظهري. لدي قطعة فطيرة سكر كبيرة. فطيرة سكر؟ أتفكر فيما أفكر؟ نحب الفطائر. ماذا؟ أقول لها أليس مجددا؟ البوابة. هذا المكان. هذه المنطقة كلها هي مليئة بنباتات كرنفالية. نباتات كرنفالية؟ نباتات مقتاتة للحشرات. نعم، نحن حشرات. نحن حشرة أيضا. أنت هنا. لدينا اسم للمتطفلين الفضوليين. الطعام. هنيئا برونو. لا تستطيع كريبي. كريبي. هجوم. أمك ستحضر لك الغداء. على ما يبدو أنا من سيعالج هذا الوضع. لا، لا ليس عادي، لا تقتلني.
بإرسال شكوى خطية إلى الجامعة أتناول فيها أنواع النباتات الذي ينمو في الدفيئة، غير آمنة للإنسان والحشرات. نعم، سأصعد لأغير ملابسي، فلدي الكثير من النبات على ثوبي كله. بعض الحشرات تأكل النباتات، ولكن بعض النباتات تأكل الحشرات. عندما تحط الحشرة على الزهرة، تحرك 3 شعيرات فيها، ما يدفع النبتة إلى إطباق فكيها. ابقي بعيدة عن عائلتي.